أعطينا نظام من المعادلات هنا وطلب منا أن نجد قيمتي x و y. الآن أسهل شيء يمكن عمله هنا بما أنه كلا المعادلتين تم حلهما بشكل صريح من أجل y، فنقول حسنا إذا كانت y تساوي ذلك و y أيضا يجب أن تساوي هذه المعادلة الثانية، بالتالي لما لا نضعهما بحيث يساويان بعضهما البعض، أو بطريقة أخرى إذا كانت y تساوي كل هذا الشيء هنا، هذا ما تخبرنا به المعادلة الأولى. وإذا كان علينا أن نجد قيمة ل x و y بحيث تحقق كلا هاتين المعادلتين، فإذا كانت y تساوي ذلك فلماذا لا أستطيع أن أعوض ذلك هنا مكان y؟ وإذا عملنا ذلك هذا الطرف الأيسر للمعادلة بالأسفل سوف يصبح سالب ربع x زائد 100، ثم ذلك سوف يساوي هذا الطرف الأيمن وسوف أعمله بنفس اللون يساوي سالب ربع x زائد 120. الآن أول شيء ربما نريد عمله هو أن نتخلص من حدود x من الطرف الأيسر أو من الطرف الأيمن من المعادلة، وإذا أردنا أن نتخلص من حدود x من الطرف الأيمن ونجعلهم على الطرف الأيسر فأفضل يمكن عمله هو أن نضيف ربع x لكلا طرفي المعادلة، دعوني أعمل ذلك، بالتالي سنضيف ربع x هنا وأضيف ربع x هنا، وربما بدأت تشعر أن شيء ما مبهم يحدث هنا، دعونا نقوم بذلك، إذن سالب ربع x زائد ربع x يحذفان وتحصل على 0x، بالتالي الطرف الأيسر من المعادلة هو فقط 100، ثم على الطرف الأيمن من المعادلة نفس الشيء، سالب ربع x زائد ربع x يتم حذفهما، لا يوجد حدود لx ويبقى لديك فقط يساوي 120، وهو ما نعلم أنه ليس صحيح بتاتا، 100 لا تساوي 120. لقد حصلنا على هذه المعادلة غير المنطقية هنا أن 100 تساوي 120، إذن هذا النوع من المعادلات لا يوجد له حل، لا يوجد له حل، no solution، وأنت تعلم أنه لا يوجد له حل لأنه من أجل أن يكون له حل هذان الرقمان يجب أن يكونا متساويان لبعضهما البعض وهما غير مساويان لبعضهما البعض، وإذا نظرت للمعادلة الأصلية فإنه من الممكن أن يتبادر لذهنك لماذا ليس لهما حلول، كلا هذين الخطين أو كلا هاتين المعادلتين إذا أردت أن تراهم كخطوط فإن لهما نفس الميل تماما، لهما نفس الميل تماما، لكن لهما نقطة تقاطع مختلفة، فإذا أردت فقط أن أرسم رسمة سريعة هنا، إذا أردت فقط أن أرسم رسمة سريعة هنا، ذلك هو محور y وذلك هو محور x، بالتالي y و x هذه الرسمة الأولى هنا، نقطة تقاطع y تساوي 100، نقطة تقاطع y تساوي، دعوني أضعها أسفل قليلا، نقطة تقاطع y لنقل أن تلك هي 100، بالتالي تتقاطع هناك ويوجد ميل يساوي سالب ربع، بالتالي يمكن أن يبدو مثل ذلك، ذلك هو الخط الأول، هذا الخط الثاني سوف أعمله باللون الوردي هنا، y تساوي سالب ربع x زائد 120، نقطة تقاطعه مع y سوف تكون هنا عند 120، ولكن له نفس الميل سالب ربع، بالتالي ميله الخط سوف يكون مثل ذلك الشيء، إذن أنت ترى أنه لا يوجد نقاط x و y التي يمكن أن تحقق كلا هاتين المعادلتين، وطريقة أخرى للتفكير فيها، إذا كانت y تأخذ x، هذه المعادلة الأولى تقول حسناً تأخذ x ثم تضربها ضرب سالب 4 ثم تضيف 100 وذلك سوف يعطيك y، وهنا نقول خذ نفس ال x ثم اضربها ضرب سالب ربع واجمع 120 وذلك سيساوي y، حسناً الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تكون هذه صحيحة إذا كانت 100 و120 هما نفس العدد وهما ليسا نفس العدد، بالتالي لن يكون لديك حل مطلقاً لهذا النظام، هذان الخطان لن يتقاطعا أبداً وذلك لأن لهما نفس الميل تماماً.